بسم الله الرحمن الرحيم. أثبت العلم أن نسبة الماء على سطح الأرض 71% ونسبة البر أو اليابسة 29% تقريبا. العجيب أن القرآن ذكر كلمة البحر في القرآن كله 33 مرة، وذكر كلمة البر 13 مرة واليابس. وهنا نجد أن مجموع البر والبحر في القرآن هو 33 زائد 13 يساوي 46 مرة. هذا العدد يمثل البر والبحر في القرآن، وتكون نسبة تكرار البحر بالنسبة لهذا المجموع هي 33 تقسيم 46، وهذا يساوي 71% تقريبا، وهي نسبة البحر. سبحان الله. كذلك تكون نسبة تكرار البر هي 13 على 46 أو تقسيم 46، وهذا يساوي 29% تقريبا، وهي النسبة الحقيقية للبر أو اليابسة. وسؤالنا، هل جاءت هذه الأعداد بالمصادفة أم أن الله تعالى هو الذي أحكمها؟